من اغلب الناس اللي بتجي لنا في العيادات الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفه، بعد ما تمشي دوره كبيره جدا مع دكتور عظام ويديها المسكنات والمراهم والكريمات وفي الاخر يجي يقول لها انزلي في الوزن. طب ليه يا دكتورنا يا محترم؟ انا لا اقلل، هناك اطباء عظام يضعوا فوق الراس ان هو بمجرد ان هو يكون عندها وزن بيمشيها على بروتوكول علاجي، ومع البروتوكول العلاجي يقول لها احنا السبب من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي سبب لنا المشكله ان احنا عندنا حمل على العظم، والحمل ده مش هيتحل لما احنا ننزل الوزن بتاعنا. فهؤلاء الفئه يعني اللي دائما بتنصح ان هي نزول الوزن علشان نخفف الحمل على العظم بتاعنا، يبقى اول حاجه اول فئه امراض العظام المختلفه، الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفه الفئه دي محتاجه ان هي تنزل وزنها.